هاي، كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جايبه قراءه عاطفيه لبرج السرطان، رح احاول احكي فيها عن مشاعر الحبيب، نوايا مستقبل العلاقه بينكم بهذا الشهر ان شاء الله. رح احاول كذلك احكي عن العزاب، شو الخطوه او الانسان اللي رح تتعرفوا عليه بهذا الشهر ان شاء الله اذا فيه. اوكي، هذه القراءه تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وكذلك في امكانيه ان تقول قراءه عكسيه. اوكي، بالنسبة لبرج السرطان، عم شوفك حاليا كتير شاعر بحب و احساس جميل جواتك، حتى يعني بتضل بتفكر بهذا الشخص حتى لو اردت انه تنساه لهذا الانسان، عم تضل تفكر فيه، عم شوفك عم تفكر فيه بشدة. وممكن هذا الإنسان بيعطيك كتير حنان وكتير عطف وكتير كأنه عم تشوف الشخص اللي إذا كنت راجل عم تشوفه كأنه إنساني أو الأم تبعك، يعني فيها حنان كتير قوي. وإذا كنت امرأة فأنت عم تشوف فيه بشكل على أنه هو الأب والعطوف جدا عليك وكتير بحبك. أوكي، بالنسبة للشريك حاليا، عم شوفه يتواصل معك في كوميونيكيشن وفي حكي، بس ممكن في خلل. إذا كان في خلل، أنا ما عم شوف حاليا ببداية هالقراءة، ما عم شوف في قطيعة أو ما بتحكوا مع بعض، عم شوف فقط إنه في problems، يعني مشاكل بما يتعلق بالأخذ والعطاء. ممكن هو ما بيعرف يعطي قدر ما بياخد. أوكي، في هذه المشاكل ممكن أنتوا بتعطوا اهتمام أكثر ما بيعطيكم، وهذه هي المشاكل بيناتكم. بس على الأقل عم شوف أنه الطاقة الحبيب حاليا إنسان مرتاح جدا معك وعم يحس بألفة، كذلك عم شوف هذه الطاقة اللي عم تطلع لي لبرج السرطان. بالنسبة لمشاعرك يا برج السرطان، عم شوفك كتير سعيد، عم تحس بفرح، بهابينس، عم شوف في فرح شديد، مشاعرك كتير. وممكن انت متخوف انه تنصدم بهذا الشخص او يعني تزول هذه الفرحة عنك وتبدأ بمشاكل وبغمة، وعندك تخوف جواتك، حتى انت وعايش الحب عندك تخوف من هذا الاشياء، خايف انه يتركك هذا الشخص وينساك. اوكي، بالنسبة للشريك الاخر، ممكن كذلك هو ممكن تتعامل انت مع برج هوائي او ترابي او حتى مائي. ليش بقى؟ عشان عم شوفه بتعامل معك وبحبك وكل شيء، بس ممكن متخوف انه 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 كذلك يحصل مشاكل بيناتكم. عم شوفه متمهل بمشاعره، او ممكن بياخد ستابس او خطوات كتير قليلة، أو ممكن متمهل بخطواته إذا بدنا نقول. أوكي، كليتكن أنتو برج السرطان والحبيب ممكن تتعاملوا بنفس الشيء. ليش بقى؟ عشان أنتو اتنيناتكن بتخافوا أنه تنجرحوا، لهيك ما بتحبوا أنه تندفعوا بالعلاقة أو تندفعوا بمشاعركن كتير تجاه الطرف الآخر. ممكن بالنسبة للأشياء اللي ما بتحبها فيه، ممكن هو يهتم كتير بعائلته، بيهتم كتير إذا هو متزوج وعنده أطفال وهيك، عم شوفه يهتم كتير بأطفاله، عنده وقت، يعني بياخد العائلة بتاخد يعني وقت كتير لإله. أوكي، بيعطيها وقت كتير من حياته. بالنسبة للأشياء اللي بتحبها فيه، بتحب أنه بيحبك، هذا الإنسان بحبك، ممكن يطلب الزواج منك، يطلب أنه يكون معك لآخر العمر،
وبحبك هذا الشخص، عم يظهر أنه بحبك. بالنسبة للأشياء اللي ما بحبها هو فيك، ممكن أنت دائم السؤال عنه، دائما بتبعت له مسج، دائما يعني بتحكي معه يعني طول اليوم، ممكن دائما بتحكي معه، دائما بتسأل عنه، لهيك عم يطلع لي problems بما يتعلق بالأخذ والعطاء. ممكن أنت بتعطيه أكثر ما بيعطيك، ممكن بتعطيه وقتك، بتعطيه كتير أشياء يا برج السرطان. بالنسبة للأشياء اللي بحبها هو فيك، بحسك على أنه أنت the world، يعني الحياة كلياتها، بما يتعلق بتشوف كأنه أنت ضويت له حياته. ممكن كان عايش بالعتمة، أو كان بيعيش بضبابية أو بسواد بهذه الحياة، وأنت لونت له حياته، أعطيت الضوء، أعطيت الأشياء اللي لازم يعيش من أجلها. أوكي، بالنسبة للمشاعر أو للنوايا، عم شوفه نيته تجاهك نية صافية، بده إنه يكمل معك آخر الطريق، بده إنه إذا كنتوا أنتوا أصلا بعلاقة سابقة ورجعتوا لبعض والأمور تسوت، ممكن عنده نية إنه الأمور تتسوى بشكل جيد، وإنه تبدأوا العهود من جديد، وإنه تصلحوا الأمور اللي كانت عالقة. عنده نية إنه تبدأوا أشياء جميلة جدا. بالنسبة لإلك كذلك، عندك نية ومشتعل نارا كذلك، على انه عندك شعلة من الشوق انه تكون هذه العلاقة جيدة وفيها جمال وحب، وكتير عم شوفك شغوف لهذه العلاقة ولهذا الشريك كذلك. وأخيرا طلعت علاقة أو قراءة جميلة. على الفكرة، الناس اللي عم تحكي أنا ما انطبقت علي القراءة، ممكن ما تنطبق، ممكن نسبة معينة من الأشخاص اللي هن وصلتني طاقتهم. أوكي، لهيك ما تزعلوا إذا ما يعني ما انطبقت القراءة عليكم. رح أعمل اختار كارت وهيك، يعني ممكن تنطبق قراءاتي عليكم فيديوهات تانية كذلك. بالنسبة للخطوة القادمة، ممكن هذا الإنسان متمهل كيف ما قلت بخطواته، ممكن ما عم يعمل خطوات. يعني إذا بدك أنت هذا الهيرو أو هذا البطل اللي عم يحكي لك أنا بحبك وبموت فيك وبيعمل دراما عشانك، مش هذا الشخص. هذا الإنسان ممكن بيحتفظ بمشاعره جواته كما تحتفظ أنت يا برج السرطان بمشاعرك. ممكن ما يبوح لك بالوقت الراهن بمشاعره، بس ممكن هو واخد الأمور يعني للوقت، إنه الوقت هو الذي رح يطور هذه العلاقة أو رح ينجحها. بالنسبة للمستقبل، العلاقة ممكن مستقبلا تدخل مشاكل بيناتكم، أو في صراعات، أو في مشاكل تتناوشوا في مشاكل على شيء معين، بس رح ترجع الأمور بعدين تتصلح. أوكي، بعدين رح يرجع فيها من جديد الصلحة. بالنسبة للأوراكل كاردز، عم يقول لك حب نفسك الأول، بيقول لك إنه لما يعني احترم نفسك أو أعطي قيمة لحالك، لأنه بتصير أكثر جاذبية للشريك الآخر لما أنت بتعطي قيمة لحالك أو بتحب نفسك. أوكي، ما تعطي قيمة جدا لهذا الشريك أو تسأل عنه كل الوقت، لأنه أي حدا بتعطيه قيمة كتير كبيرة عم بحسك أنه أوكي هذا الإنسان ضمنته بحياتي، هو بصندوق الاحتياطات تبعي، ممكن ما يروح، وبخلص بيحطك بالخانة انه انت شخص دائما رح تكون بجنبي. لهيك بيقول لك حب حالك، اهتم لحالك، اهتم لكتير اشياء. مثلا اذا عندك اهتمامات تتعلق باي مجال معين بتحبه، حاول تبدع فيها، تهتم كتير لاولوياتك، رح تكون كتير جذاب للشريك الاخر، عشان بحسك شخص كتير ناجح، وعم يحسك كذلك على انه دائما هو اللي يبي يبحث عنك يا برج السرطان. بالنسبة لهذه الورقة، عم تقول لك ما تطلع على ورا، خلص الماضي انساه. اذا كنتوا اصلا كانت العلاقة مثلا كنتوا دائما تدخلوا بمشاكل ونسيتوا، يعني بتتخاصموا او في مشاكل بيناتكم،
حاولوا انه تنسوا الماضي، حاولوا انه تنسوا كل الاشياء او الذكريات السلبية بيناتكم وتبدأوا بداية جديدة. اذا انا بحكي عن هذه العلاقة هي لساتها بالاول، فممكن انه لازم تنسى الماضي او الذكريات العالقة بالعلاقات الماضية، اذا ما رح تأثر سلبا على علاقتك بهذا الشريك. اوكي، حاولوا انه ما تخلوا بيناتكم خصامات او مشاكل تعكر صفو هذه العلاقة. بالنسبة للطاقات اللي عم تطلع، عم شوف برج الجوزاء، عم شوف برج القوس، و هيدا كل الطاقات اللي عم تطلع عندي. ممكن بيطلع برج نارية، طاقات نارية هوائية، صراحة قليل ما بيطلع المي، بس عم يطلع لي برج الميزان كذلك. برج الميزان وأبراج هوائية ونارية، حتى الترابية عم شوفه قليل بهذه القراءة. أوكي، بالنسبة للعزب عم شوفهم ممكن يعني تقريبا قعدتهم بالبيت، ممكن لأنه في كورونا قعدتهم بالبيت عم يهتموا لكتير أشياء. عم شوفهم بيشتغلوا كتير، عم يهتموا لكتير، عندهم مشاغل، ممكن عم يشتغلوا بالبيت، أصلا شغلهم كليته بالبيت. عم شوف عم شوف انه اهتماماته الحالية اكثر تنصب على العمل والمجهودات العملية. ممكن ما عندهم وقت، أو ممكن ما عندهم القدرة إنه يتعاملوا مع شريك آخر. عم شوفهم شوي عصبيين بهذه الفترة. ممكن إذا دخلتوا حتى بعلاقة، هذه العصبية رح تأثر جدا على هذه العلاقة. ما عم شوف صراحة بالوقت الحالي في شخص. ممكن الورق يحكي لك إنه تحب نفسك أكثر بهذا الوقت. حب النفس كتير مهم بهذه الفترة يا برج السرطان. هيدا كل شي بيطلع لي لبرج السرطان. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا.